براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين إن تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء. هذا فخر عظيم يشرفنا بهذه المناسبة اللي هي فوز الراية الحسينية محافظة الديوانية عمون، وهذا شيء خبر يسعدنا، إجازة ما تعوض بمال، فالشيء ثمن ما لحد ما يوصف، تبقى باب شفاء الكل من يوصلها، لله الحمد على هاي شيء من ربك سبحانه وتعالى. الحسين حبنا وخلى عباس يفوز بهالمناسبة، شكرا للحسين، شكرا، الله يجعلنا من خدام الحسين. براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين إن تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد حسين حقدت عمري أبدا بمجد كربلاء ملأت دربي رشدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء سويت طريقي سويت طريقي براية الحسين براية الحسين أعلنت مسيري أعلنت مسيري براية الحسين براية الحسين إني والد الفائز عباس رزاق شيال محافظة الديوانية، وهذا شيء ما يوصف الوصف اللي هسه حاليا انه انا مستلم الرايه وراية امام الحسين سلام الله عليه، شيء ما يوصف ما له مثيل، لله الحمد على هاي نعمه فضيله، هاي شكر لله شكر لله شكر لله. يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين نبارك للأمة الإسلامية هذا العيد عيد الفطر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيده على الجميع بالخير والبركة واليوم والسرور والعزة والنصر إن شاء الله، ونبارك للأخ الذي توفق وتشرف براية الإمام الحسين عليه السلام، ونتمنى أن تكون بركة في بيته ولعائلته إن شاء الله. مثل ما تعرفون يعني هناك تقنيات حديثة في عالم الاتصالات، وهذه التقنيات ممكن أن تؤدي رسالة كبيرة وعظيمة، وأهم الرسائل التي يجب أن تنطلق من هنا هي الترويج للقضية الحسينية ولمبادئ الإمام الحسين عليه السلام. يعني هذا العمل الكبير أكيد هناك أجر عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني المطلوب من جميع الأخوة العاملين في المجال الإعلامي في العتبة الحسينية المقدسة أن يسعى جاهدا لإيصال هذه الرسائل الحسينية إلى العالم أجمع، كل حسب طاقته وحسب جهده. ونلاحظ يعني بعض الأخوة مع قلة الإمكانات المتوفرة لديهم، ولكن حقيقة هناك جهد واضح لإيصال هذه الرسالة إلى أبعد نقطة ممكنة، وأنا أثني على جهودكم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأنا أعلم أنه الإمكانات المتوفرة لديكم لعله محدودة نسبة إلى إمكانات متوفرة أكبر لغيركم، ولكن مع هذا أعتقد أنه لكم جهود واضحة في إيصال هذه الرسالة. يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني.